عالم الزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم هنشوف مع حضراتكم زراعة الكوسة في البيوت المحمية في الصوب. والكوسة اللي قدام حضراتكم هي زكيني سكواش، بتكون دارك جرين، ما بتكونش الكوسة العادية. هنشوفها ومواصفاتها بتختلف، حجم الثمرة بيختلف ولون الثمرة بيختلف عن الكوسة العادية اللي احنا متعودين عليها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. هنا عملية التنبيت بالإيد، وهي إن أنا باخد المذكر وأحطه في الزهرة المؤنثة نفس الطريقة. ودي بتكون شكل الزهرة المذكر. بعد ما شلته تم تنظيفه بالطريقة دي. وهنا الزهرة المؤنثة بيكون فيها ثمرة بحط فيه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. طبعا في زراعة الكوسة براعي الكثافة النباتية، أهم شيء إن أنا ما يكون عندي كثافة نباتية عالية. المصطبة معروف إن هي بيكون عليها هوزين أو خطين ري، بزرع واحد بس على المصطبة، ما بزرعش اتنين، لأن لو زرعنا اتنين تعمل عندي زي الغابة وبيصير فشل عاد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. طبعا الكوسة معروف عنها إنها ما بتجددش، يعني الثمرة اللي بتنقص وبيطلع النبات ما بيجيش بعديها ثمرة تانية أو تجديد تاني. فكتير في أفكار بعد عملية الإنتاج إن أنا أقدر أنظف الأوراق اللي تقص الثمار بتاعتها، وأقدر أفتح الهوز التاني اللي أنا شايله وأزرع ورقيات تحتيها. العادة بتكون بتيجي في أوقات مناسبة لما أزرع ورقيات، او انه انا اربطها او اعلاها وارجع تاني انزلها، ما دام ان انا ههتم بتسميد النبات والنبات قوي مفيش مشكله ان انا ابدا اربطه على وتاني على الحبال اللي فوق وارجع انزله نفس الطريقه اللي بنزل بيها الطماطم. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.